السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما زلنا مستمرين في حلقات التصميم الداخلي. رقم واحد، ركب فلتر في المطبخ عشان تحمي نفسك من تلوث المياه. اثنين، ما تنساش تعمل منشر في مكان بيوصل له الشمس. رقم ثلاثة، لو الحمام بتاعك ضيق ما تعملش بانيو، ركب شاور افضل. رقم اربعة، خلي خطيبتك او مراتك هي اللي تختار الالوان عشان فعلا هم بيشوفوا الوان احنا ما بنشوفهاش. ودي الاخيرة، ربنا يكون في عون الرجالي، ربنا يكون في عون الرجالي، ربنا يكون في عون الرجالي.